فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض الفتاوى في المعاملات المالية والقروض وغير ذلك. يقول: هناك بعض الفتاوى في المعاملات المالية وفي القروض، هناك من يقول بأن فتوى بعض الشيوخ تؤخذ بها، والعوام من الناس يقولون: ضعها في رقبة مفتن وأنت ليس عليك ذنب، فهل ما يذكرونه صحيح من هذه المقولة؟ لا، صحيح، إلا عليك ذنب، عليك ذنب، والعالم أو المفتي ما هو بحامل عنك العذاب يوم القيامة، أنت الذي ورطت نفسك في هذا. نعم، تصير مثل اللي يقولون المثال السائر: خل بينك وبين النار مطوع. ما هو بصحيح. نعم.